يعني صلواتك رسولك صلوات الله وسلامه عليه وماشي حاجة يدن وين لقلي هاي عن لقم مار مينين قفك مؤمن كاه عن فاستي سكمت أه ذكر إلهي نقو كم بدي هاي صلي مزيار دائرة نقو وطه أو أه رسولك عليه الصلاة والسلام إنو يري عدي مجلس انت اللي اسكوكو يمادو أنا أنا لأيقو صلين وصلي قيقل أنتي صلك على شقو waxay meesha suga istaagaan dadkaas uga tagaan antana ka jiifatay ximaari dameer baqtigiisa wax ka ur badan oo kale ayay meesha uga tagaan riwaayad kale waxay leedahay yaani waxay noqotaa fadhigaas ay sameeyeen maalinta qiyaamaha xasratan wa nadaamatan fi yawm alqiyaamah ay ku noqotaa saliga nabiga kaleey salaatu wasalaam inay ka tagayso marka shay kala dhiman maadaama uu yahay wax saliga nabiga aan lagu darinin loona rabo inuu noqdo shay kaamil ah oo dhammaystiran waxaan ku raaxaysanaynaa oo naloo mari doonaa abyaad ka mid ah salawaadka rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi oo uu noo mariyo sheekh aadam cali xasan falyatafadal mashkuura صلي يا ربي على مصطفى كمن على 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 ابتدي باسم الإله العليم ذي الكلام صلي يا ربي على مصطفى كمن على فني حمدا مولا يا معطي المأملا صلي يا ربي على مصطفى كمن على صلي ثالثا خير عبد ارسلا صلي يا ربي على مصطفى كمن على ابن عبد الله يا على الانام منزلا صلي يا ربي على مصطفى كمن على محمد اسر الورى من تسمى واعتلى صلي يا ربي على مصطفى كمن على عبره ووسلا غيره لن يصلا صلي يا ربي على مصطفى كمن على هدانا من ضلال الى نهج جلا صلي يا ربي على مصطفى عن جميع الملالا صل يا ربي على مصطفى كمن على ترى من مكة مع براق والملا صل يا ربي على مصطفى كمن على في أدنى زمن من لأقصى وصلا صل يا ربي على مصطفى كمن على بشرات الأنبياء أما فيه فعلا صل يا ربي على مصطفى كمن على عن صورات صفا فرع لسماوات العلا صل يا ربي على مصطفى كمن على صل يا ربي على مصطفى كمن على أخن أو أبن أي الصلاة صل يا ربي على مصطفى كمن على حقا منها إلى سدرة أو الصلاة صل يا ربي على مصطفى كمن على فرق الروح هناك لعذر الحصلة صل يا ربي على مصطفى كمن على قال المجتبى يا غيم الابتلاء صل يا ربي على مصطفى كمن على عذرا إننا لم نجوز ذا المنزلة صل يا ربي على مصطفى كمن على ارتقى منها إلى أن رأى ربا على صل يا ربي على مصطفى كمن على كيف وانحسار ففاق الخلالة صل يا ربي على مصطفى كمن على عطايا للنبي كم علوم من تجتلى صل يا ربي على مصطفى كمن على خمس مهتمون من حكيم حملا صل يا ربي على مصطفى كمن على له مع أمتي سيكون ممتثلا صل يا ربي على مصطفى كمن على عاد المصطفى وقد نال المأملا صل يا ربي على مصطفى كمن على صل يا ربي على مصطفى كمن على صل يا ربي على مصطفى كمن على نفسي بازل في جوع
يا عقلاء صل يا ربي على مصطفى كمن على مصطفى واهدنا يا ذا العلا صل يا ربي على مصطفى كمن على مصطفى كمن على مصطفى كمن على صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم عليه وعلى صلى الله وسلم وبارك عليه شهادنا علي حسن خير بدن الله وجزيه ان برنامج كني ايان هره اسي غلينا ساكي waxaa way subax jimcaa oo ku beegan 28 ka bisha dulqaada oo 12 sanadka 1426 oo ku aadan 30 ka bisha 12 2005 sanadka miilaadiga sida hore aan kugu sheegayna halkan aan joogno oo xafladan عقدك النكاح أي كذا عيسى وحوي حرمتا شيخ حسن حضرة البركة مقعد اللي يرهدو وشيخ حسن شيخ عبد معلي محمد وشيخ حسن قريولي لو يقانو فنطع الله مقال هذا مقدشة لحد هذا هي أفقوية لحد هذا كنت على ماشى صواية حرمتاس مركة وحان قلينا عقد النكاح انت انا نقول قلين كهر كلمات مناسب كؤه او علمادو اي نوسو جيريان او قاقابان ايضا جمعادي اي وقت قيو دان او مارك الحواء هاي كوبان هاي ايان وحان قلينا كلمات كوبان او ان ربنا علمادو دان انان تبرقنا او عدكو دا يعني ان وضحلنا مركا وحان مركا اوه الرئيسة ان كسو دوينايا سي يعني علمادا او اسو ترحيبيو او ماركتي مخو اها شيخ او حرنتا او اسو دوويو ان شيخ حسن قريولي او كلمه ترحيبنتي سو دوويتي او اسكله شيخ ايان كوسو دوينايا فلي تفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين تاكد أحبابت شرفت له علماء علماء الدين كأهل خير كا صوح حاضري أحبابت صوح حاضرتي لما أنتين مهد إلهي حقي سهيدا كجارته مهاي لي وحل إسكو كالما يستقل لإسكو لجرو لإسكو كالما يستقل لإسكو قرب صدو waxa ugu weyn oo ugu horeeya ilaahay diintiisa diinta ilaahay oo garab la isku siiyana midana kamid ah maxay yeelay ziyaaradka iyo xafalaadka noocaan oo yaani maaragtay ah khayrka ah soo haadirada la soo haadirayo oo la iimaanayo wa sidee shariicada qarirtay way imaashadaas nafteeda yaaba maartay shariicadu ay sheegtay oo sunnadii rasuulkeena (alayhi salaatu wasalaam) kamid ah meesha xaflada nikaaxo kale lagu qabanayo in dadka ahlu khayrka oo ahlu salaaxa ah in la soo xaadiriyo marka xaflada khayrka ah ayaan idinkugu yeernay idinkana waadna aqbasheen أجيب لمن دعاك وأدنا أغبشين أغبلات أدنا أغبشين أنقو أن إلى نوصو سعوتان وأدنو إماتان ودلو كاردير نوصو مرتان أن إهلية أهين أن أه علومة هدى هل كان جوكتو حرطو دي بان كم بدنهي أيقا أي مشايخ دانا دي أه dadkii u soo bixi lahaa oo soo salaami lahaa oo fadhigooda ku ziyaaran lahaa baan nahay annaga haddana annaga ayaa maaragtay u yeernay edabtana sidaa ma aha laakiin khayrka culimmadu waxay u qaadanayaan haddii loogu yeero tashriif bay u qaadanayaan sharaf bay u qaadanayaan marka waxaan ognahay khayr haddii laydinkugu yeero inaad sharaf u qaadanaysaan ayaan ognahay sidaas ayaan maaragtay idinkugu wacnay waana naga aqbasheen aqbalaada aad naga aqbasheen ayaan idinkana idinku mahadinaynaa oo aan idinku tarxiibinaynaa
waan idinku soo dhaweynaynaa. Meeshaan waa xarun diimeed, inta ahlu iimaan ah oo ahlu ixsaan ah yay markas u tahay. Markas xasan leeyahay ma aha, waa meel inta mu'miniinta ah oo ahlu khayrka ah ay leeyihiin weeye, oo qof laga xigaa uusan jirin weeye. Marka haddaad imaateen waxay la mid tahay idinkoo gurigiina yimid bay la mid tahay, gurigiinni baad imaateen oo aan guri kale idinkaga dambaynin ayaad imaateen. Sidaa darteed waxaan aad iyo aad idinku waa idinku faraxnay, imaashadiina aad baan ugu faraxnay, aad baan maaragtay yaa maaragtay qalbiga annagu ugu nashaaday. Dadka ahlu khayrka ah meesha ay fadhiistaan aathaartooda caraf baa meesha ku harayso, caraftaas oo ah caraf macnawi ah oo mid hadda muuqanayso la arkayaan ahayn, mid muuqanaysana way tahay oo jaaha dadka ahlu khayrka ah jaahooda la arko ayaaba yacni farxad iyo ciid ah jaahooda aragtidiisa. Wuxuu yidhi nin ilaahay weligiisa ahaa oo awliyada ilaahay ammaanahayay ayaa wuxuu yidhi fahum gaythu ardi illaahi sharqan wa maqriban wa yowmun ataana jaahuhum yowmu jumcatin buu yidhi. Dadka awliyada ilaahay uu ammaanahayay marka wuxuu yidhi fahum awliyada gaythu ardi illaah, ardada ilaahay matarkeedii iyo barwaaqadeedii iyo nicmadeedii weeye, sharqan wa maqriba, qoraxdu meeshay ka soo baxday iyo meeshay u dhacday. Wa yowmun ataana jaahuhum, maalinta uu jaahooda uu noo yimaado, sharafkooda uu noo yimaado, yowmu jumcatin bay noo tahay, waa maalin ciid ah. Jumcadu waa ciidul usbuuc wey, maalin ciid ayay noo tahay. Marka alyowma ciidun tajalla, maanta waa ciid yacni oo aad iyo aad u muuqanaysa weeye. Marka ilaahay idankiis sidaad noogu imaateen ood noo aqbasheen, yaan ilaahay waxaan idinkaga baryaynaa inuu ilaahay idiin aqbalo, idinkana inuu ilaahay idan aqbalo. Marka insha allahu tacaala xafladdan laba munaasabo oo waaweyn ayaa maanta aan meeshaan haddii ilaahay yidhaahdo inaan ku qabanno rabnay. Munaasabadan hadda soo horeyso waa xaflad nikaax ah oo laba sida laidiin sheegay gabar iyo wiil jamaacada ah oo haddana aan carada joogin oo waddanka Ameerika la yidhaahdo jira, ayaa waxay dalbeen in ay barakaystaan culummada, yacni xuduurkooda inay barakaystaan ayay jeclaadeen. Meesha dad ay ka jeclaan hayaan in yacni maaragtay inta la geeyo meelaha hoteellada ah lacag kharash badan lagu bixiyo, haddana dhaanto iyo ciyaar iyo niman iyo naaga qaaqaawar oo isku niikinaya loo duubo, meesha ay dalbaan ayay waxay dalbeen in nikaaxooda la xaadiriyo, ahlul khayri wasalaaxi, in la xaadiriyo dadka ahlu khayrka oo ahlu salaaxa in la xaadiriyo, isla markaana yacni looga soo duceeyo oo inuu ilaahay barakeeyo loogu duceeyo. Dadka ahlu khayrka ah xaadirinta la xaadirinayo looga jeedo waxa weeye dacwaadkooda mubaarakaadka ah inay yacni waafaqaan dadka ayaa looga jeedaa. Marka insha allahu tacaala waxaan u arkay inay ayagana naga maqlaan baan rabnaa haddii ilaahay yidhaahdo, oo maaragtay inaan aada ugu soo ducayna culimmadu u ducaysay inay maqlaan baan rabnaay. Waxaan yacni u rajaynaynaa gabadha iyo wiilka meesha dadku ay dalbahayaan in munkar iyo macsiye iyo waxaan bannaanayn yacni nikaaxooda iyo arooskooda in loo garaaco oo loo duubo meeshay dalbeen, gabadha iyo wiilka dalbay in culummadii iyo ahlu khayrka ay xaadiraan nikaaxooda iyo maaragtay iyo ay xaadiraan dadka dalbeen, yacni inay khayr iyo barake iyo wanaag ka dheefahayaan, yaan ilaahay ka rajaynaynaa. Idinkana waad noola ducaynaysaano siduu nabiga ugu ducayn jiray dadka markay yacni isguursa labadii qof oo isguursataa uu nabiga ugu ducayn jiray, inaad idinkana noola ducaysaan ayaan doonaynaa. Nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhihi jiray markii labada qof yacni laisku nikaaxo, wuxuu dhihi jiray baaraka allaahu lakumaa wa baaraka calaykumaa
وجمع بينكما بخير أي نبي قل له جري عليه الصلاة والسلام وحان لنا هاي مركة قبطها يويلك بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير ساسا إلهي أقر جيرينا وأن إلهي كبرينا إذن كانوا أنه رد عيريسان ما دام يعني جدك حقها يسنة رسولك عليه الصلاة والسلام يصوها فقير وأنه رد عيريسان. أقول قولي هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهو هاي شيخ حسن شيخ عبدي وعلى ما هو شيخ حسن غيوري في المدى كل أردنيت أرحيب انت يوم ما هي ذا أي لها ذا هاي حفلة وحان قد قلنا كلمات في علماء الإسلام جيدين لهايين وهدي الله إدمار نسوك عقابين دونا عنوها الورينا إنا شيخ آدم علي حسن وكلمة مناسبة كفؤة حفلة أنا كالتوع هدي الله إدمار وحكمة أن نسوك جيدين دونا ويتقلنا نشكور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحر وهي مناسبة هل كان عن أصول من مناسبة آلية آذ وقيمة بذوية الشيخ حسن وآلية آذ أقمها الآليين كسوق يبقلك عن كسوق يبقلني وحاول يئن أن تصوت يبقلنا وعدي مريع المتقانا والطلبي ويمضى هو شيء حق نقول له يئن أن تصوت يبقلنا في عصر مدك على وحاول يئن لأن وين أجلنا ووين أريمضى كمنا هل وين متقانا يجب ويحب الدينة أنت يا شيء محبوب وحد الكيسا يوم هذا الضوء صير لغايو فهي ريدت الصلاحة هي والمناكسن هذه الوضع أي أكمل أشك إن أي أن متقانا إسير حقيران وغد أصول لغان هذه أجلنا ووين بكمل يا إلهي وحن قد جينينا ترفتي سيئة كرامي يساء إلهي إنه زياني وعيان ربك نجينينا انت كبعدي سنة لمنبوك وحن إلهي وشيء كلية وحلاش أو اللون مروح بني آدم كترن كيسين فرعين ديسا دريق اللون مروح سنة دراندين أيو إلهي سبحانه وتعالى وعوف فريمة غامع بنوك عليه سنة وانكحوا الأيام هو يعني متقنا ملح بنانك أبوه مية أياليين قبل ما طاب لكم من النساء وهي لها إلهي ونحن الأرياء وإنك أبو السنة إلهي بايني إلهي سبحانه وتعالى وعلى الكيسرين كبر لنا يؤمن قولك إلى النكاح نبينا نسينا صوتك عليه الصلاة والسلام تناكحوا تكاثروا فإني ملايم لكم الأمم حديث معناها صحيح الجنين اسمه سلوات فربضان إنسان وما ذهك رأيان إذن قطعنا يا ابن النبي عليه الصلاة والسلام منك هو شيء إسفريوية مركة لأسره وصيخة سبرها الله يا النبي ذكة أن يراها وخجري يا معشر الشباب فمن استطاع منكم من باءته فليتزوج فإنه أغل للبصر وأحسن للفرج فمن لم يستطع عليه بالصوم فإنه له جاء يمني يقول أن يرده الروح إذن كإذن كمنا وهي كرى يقول وحبوه سوى هبوه سوى ملكا السرعة وحاوى يعيش أيها لابد بني هجوه من هدوه سوى إيش هوينك أجنبي الله راعي معي فرجه سنة وقوريا هديه كانوا له هو هو حب سنة وسنة هي سنة لما دي الحافظة هقل ايه صوم بأن لازم كائن وصومه سيء عن اليهود وسنة جرمه على ما سنة سنة جريه وسنة لسوة الكرسيين روح خصوه هيني كرانا وحي قطه هاي إنه يقول سنور يوم مارمان أي قطه هاي أسوه إسكا إلى لنا يا وحيانا نبدو سنوح على لينا
islamarkaa wuxuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam uu yacni sheegay si uusan qoyska uusan u burburin, mar hadduu dhismukamay si uusan u burburin, nabiga wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, abghadu alxalaali ila allaahi aqalaaqa, shay xalaala kan ilaah ugu arag badan yahay waa qalaaqa iyo furidda waayabuu. Marka islaamka wuxuu ka soo horjeedaa furidda macna darada oo sabab la-aanta ah oo sahal bay ugu soo gashay, sahal baan isku dhaafinayaa ah, taa iyada aan lama rabo. waxaa la rabin oo kale midka furidda badan oo hadda waa la isguursaymarin waa la isfurayna joogtada ah, in allaha laa yuxibu dawaaqiina walaa dawaaqaat buu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam. haweenka waxay dhammiye oo hadda midkay guursatana iska furtaado mid horna raalisa ilaahay tabaraalli kama aha, ninka isaguna sidaas oo kale ahoo dawaaqa ahoo hadbanaag horna guursanaya oo sabab la-aanoo isaga sii daynaya, asagana hadde ilaahay raalli kama uha ruuxa isaga ah. marka ilaahay waxaan ka rajaynaynaa labadan maanta halkan sababtooda la isugu yimi, ilaahay inuu barakeeyo, khayr ilaahay uu siiyo, si uu isku liibaanay alla ka dhigo awlaad baahiyaal ahoo iyo anwarkaasoo fara badan ilaahay inuu ka siiyo, oo diintoodii iyo dadkoodii iyo kulli anfacana ilaahay inuu ka dhigo ay mahadsan yihiin. baadamaa ay doorteen maxfalkan qiimaha leh in eqibkooda mataqaanaa laga dhigo, baadamaa ay doorteen ayagana waa mahadsan yihiin. khayr diyaadaa alla ha siiyo. halkaa ayaan ku soo koobayaa. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan hadda kelimada kusoo dhawaynaynaa sheekh cabdiraxaaq muxuu aadan imaamka ahlu sunna waljamaaca ayaan kusoo dhawaynayaa. aleekabadan بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدين والدنيا، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا وخيرنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. وبعد، يا ايها الاخوان، xafladan mubaarakada ah ka dhacday jamaacada mubaarakada ah ee qaadibkeeda uu yahay sheekha jaliilka ah sheekh xasan sheekh cabdicali maxamed shaacan axfaloole oo masaa'ikhda munawarinta kamid ah kuwii fanaane fiirsha iyo wixii daraacay ahay gabar fanaanada fiiray aan ahayn ee taamiyada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. baaraka allahu lakumaa. aan ku tahay waxaan gelaynaa markaan aan guda gelaynaa hadii a la yihaahdo caqadkii nikaaxa waktiga oo korkooban culimo badan in ay fadhiso ayaa waxay ku fiicnaan hay culimada idin in yacnii tabarukan sawbkooda la barakaysto iyo xikmadooda kala duwan oo yacnii qof kastoo ka mid aba xikmad ay maaragtay kasoo baxayso. waxaa markana soo gaaray sidii aan horay uun kuu sheegayna culimadii fuqahadii gobolka banaadir ama magaalada muqdisho ka mid ahaa dadkii yacni acyaanta ahaa ugu muuqmuuqday ama yacni xagga fiqhiga iyo shareecada islaamka ugu caalimsanaa oo uu ka mid yahay sheekh maxamed sheekh cabdisalaan sheekh maxamed guud sheekh cabdulaahi macalim cusmaan sheekh cabdulaahi minhaaj culamaauddiin kaleeto oo uu ka mid yahay sheekh cabdirasaaq sheekh xasan cabdow iyo sheekh maxamed sheekh xasan deesho culamo kaleeto oo fara badan. sida runtii dadkaas waxay nasiib u yeesheen maanta hadda xafladooda halkan xaruntan diineed lagu qabanayo horena aynu u sheegnay taariikhda iyo yacni maalinta ay ku aadan tahay maalin jumca ah
بشا او ذي الحج ليرادو ذو القعدة ليرادو آخرتان او شديد الواتن مريسة علماء الحج كان يوصع لانا الحجاج وبيت الله الحرام اي كم من يهين ذلك هذا هل كان قضية من ذلك $1,000 زهرة دبون ديني او اي ايرانتي نكاح اذا ايغانا حاكم بغتي ميرك اذا او كل دولار ياهي وكيل كاغان كل نكاحي موكل كاغان كل نكاحي واقبلي نكاح زهرة دبون ديني الوكيل كيغا مع المحسن محمد رحل $1,000 باقو اقبلي تمام. ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من ورحمة ربي صلي على الحبيب محمد وعلى الآل من ورحمة
رب صل على الحبيب محمد وعلى ال محمد. رب صل على الحبيب محمد وعلى ال محمد. مرحبا سلاسة عمر ليسين نكاهي سلا سحر أخ وفي غريسي لتوفي أي وقت عين وحانا الحمد لله رب العالمين أن نبجوه يعني هذه هذا هو صنع عين هنا يسان وحبا يعني وجه مسألة دين إلى المعنى الأربعة رأي نجح الأبي من رمضي فقاري أمراء إنكم شابني ورمضي هذا المقدشو بعد سمدة وحان مركة صلوات رسول الله عليه الصلاة والسلام زينة المجلس لأشي لكم يبالو زينة ليلة وحان هو ليسين يا شيخ عمر أحمد عداوي فليتفضل المسؤول. محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وسلم المولى محمد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك وسلم المولى محمد. محمد رسول الله صلى الله عليك وسلم